التكريم جه متاخر، لا نمش ان الواحد يتكل على الله وبعدين يكرموه وهو ميت، لا انا أيوة. بتكلم عن ان التكريم والانسان حي بعد ساعات بيجي متاخر. عيال بتكرموا قبل اساتذه. انا عايز كلمه الامينه رزق رحمه الله عليها من سمعها إيه. استاذتي استاذتي وست عظيمه جدا وانسانه كانت عظيمه جدا. قولي لي سر امينه رزق لما تمشي كده وتطلع على المسرح تفرد نفسها، تبقى واحده تانية. تبقى واحده تانية. قول لنا ايه الموضوع السر. مره اتخضيت منها لانها عملنا في البروفات واشتغلنا في البروفات وجينا على المسرح لقيت حد تاني فاتخضيت وساعدت وبقيت اقف لها في الكواليس علشان اشوف واتعلم الانسان الموهوب ده اللي ربنا اداله الموهبه الكبيره دي ازاي. سماحة أيوب انت زي الفل وانا بحبك جدا. احنا كلنا بنحب حضرتك يا استاذه سميحه. استاذه سميحه نور الدنيا يا فنانه سميحه وبنبارك لك.